أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه بناء على العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرر بدءا من يوم الأحد الموافق 20 من فبراير الجاري تحديث بروتوكول المخالطين للحالات القائمة. نعم، وذلك بإلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المخالطين للحالات القائمة، ويشمل ذلك غير حاملي الشعار باللون الأخضر في تطبيق مجتمع واعي. كما أعلن الفريق الوطني عن تحديث بروتوكول المخالطين باقتصار الفحص على من لديه شعور بالأعراض فقط. تواصل مملكة البحرين بتكاتف أبنائها بروح الفريق الواحد في التصدي لمراحل الجائحة العالمية بمختلف تحوراتها، وسط منظومة صحية متكاملة ومتطورة تتبع أحدث البروتوكولات العلاجية والتطورات العالمية. ففي كل فترة وجيزة تعلن مؤسسات وهيئات المملكة استحداث البروتوكولات، سواء على صعيد الفحوصات للPCR للحالات القائمة الجديدة أو آلية تتبع أثر المخالطين. هذه الإجراءات المستحدثة تأتي تماشيا مع آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وتأتي تماشياً أيضاً مع المؤشرات الوطنية الإيجابية بشأن فعالية التطعيم والجرعة المنشطة منه في رفع الاستجابة المناعية للجسم، إلى جانب الانخفاض المتدرج ولله الحمد في أعداد الحالات القائمة اليومية وارتفاع نسب حالات التعافي من فيروس كورونا. ويبقى الوعي المجتمعي الذي دائما ما يعول عليه أهمية قصوى في جميع مراحل التعامل مع فيروس كورونا، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المعلن عنها لمواصلة التصدي للجائحة بنجاح والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.